فصلينا اليوم عليه الفائز حقا من صلى والخاسر من عنه تخلى الفائز حقا من صلى والخاسر من عنه تخلى خذ يا مبغض أحمد غلا فصلينا اليوم عليه هل حقا تشتاق إليه أرجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها قد صلينا اليوم عليه قولوا صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. اللهم اجعل جمعنا محكوما وتفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تصرفنا من هذا الجمع الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبروك. وهب اللهم المسيئين منا للمحسنين. اللهم انا نسالك يا رب العالمين ان تبارك الاخوه والاخوات في اموالهم وفي بيوتهم وفي ارزاقهم. اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهم كدا. اللهم انا نسالك